السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب في شرح جزء الكيزس ستاديز كويشنز أو الكيزس كويشنز عموما زي ما احنا عارفينها اللي هي أسئلة الكيزس. تمام، طيب أنا في الفيديو ده هشرح كل أسئلة الكيزس اللي جمعتها من الكويشن بانكس، تمام، أو من البنوك، وكان عندي برضو إيه بعض من أسئلة الكيزس كانت موجودة في الكيزس أونلاين. تمام، طيب هنزل لكم الـ PDF ده إن شاء الله مع الفيديو. هنبدأ بأول حاجة بأول أسئلة الكيزس اللي موجودة عندنا في الشولدر. تمام، مبدئيا أي سؤال كيزس عندك ما تخافش منه، ما تخافش إن كلام كتير مكتوب، ده هو أصلا يعني زي ما تقول إيه إن هو بيقرأ لك رواية، بيحكي لك قصة ويقول لك أنا جالك مريض مش عارف إيه، عنده مرض إيه أو عنده ديكريس في الأبيليتي الحاجة، تمام، ويقول لك ان هو راح للسيرابيست، تمام، والسيرابيست قال كذا. انت اهم حاجه تركز على كلمه الكلمه اللي قالها السيرابيست ديت، تمام، وتركز على اللي عند البيشنت، وتركز على اخر جمله موجوده في السؤال. تمام، اخر جمله موجوده ايه في السؤال، عشان هي ديت اللي بتحدد لك هو بيسال عن ايه، والجزء اللي قاله السيرابيست هو ده مفتاح الحل. تمام، طيب هنبدا. اول سؤال عندنا بيقول لك عندي 30 years old man، تمام، واحد عنده 30 سنة، ما تركزش على السن كتير، أهم حاجة تعرف إيه محتوى السؤال. تمام، بيعاني suffered، يعني من decrease ability of the horizontal abduction. طيب أنا أول حاجة استنتجتها إن عنده decrease في الability of the horizontal abduction. طيب decrease ability of the horizontal abduction ده بيديني تلات حاجات أو اتنين بالظبط. تمام، يعني ممكن تلات حاجات أو اتنين على حسب ما أنت هتفهمها. اول حاجه ان انا عرفت ان عندي ديكريز في الابيليتي تو هوريزونتال ابدكشن، يعني انا عندي ويكنس في العضله اللي بتعمل الحاجه دي. تمام، عندي ويكنس في العضله اللي بتعمل هوريزونتال ابدكشن اللي هي مين، البوستيرور فايبر اوف الدلتويد. تمام، يبقى عندي ويكنس في الديستيرور فايبر اوف الدلتويد، وما دام عندي ويكنس في الديستيرور فايبر اوف الدلتويد، تمام، يبقى عندي تنشن في العضله المقابله ليها اللي بتعمل الاكشن المعاكس اللي هي مين، تنشن في الانتيرور فايبر اوف الدلتويد. تمام، طيب وعندي مين العضله اللي بتعمل اكشن المعاكس ليها برضو اللي هي مين، اللي هي البيكتوراليس ميجور، تنشن في البيكتوراليس، بيكتوراليس ميجور. تمام، عشان البيكتوراليس ميجور بتعمل هوريزونتال ادكشن. تمام، يبقى هو انا اول حاجه بيقول لي جالي مريض بيعاني من ديكريز الابيليتي هوريزونتال ابدكشن، فانا استنتجت ان عنده ويكنس في البوستيريور دلتويد، لان البوستيريور دلتويد هي اللي بتعمل هوريزونتال ابدكشن. تمام، طيب بما انه عنده ويكنس او عنده ديكريز في الابيليتي انه يعمل هوريزونتال ابدكشن، فاكيد عنده تنشن في العضلات المعاكسه للحركه ديت اللي هي البكتوراليس ميجر عشان بتعمل هوريزونتال ادكشن، والتنشن في الانتيرور فايبر اوف دلتويد. تمام، طيب هنكمل بقى السؤال. بيقول لك هو راح لسيرابيست، تمام، والسيرابيست ده فاوند عنده ايه، شورتنت في بعض العضلات، شورتنت في بعض العضلات. على فكره كلمه شورتنت في بعض العضلات او شورتنت اوف سام ماسلز هي التنشن، الشورتنت هي التنشن، تمام، عشان ما تتلخبطش يعني اتنين بنفس المعنى. فلما يجي يقول لك مثلا انت عندك ديكريس في الابيليتي هوريزونتال ابدكشن، فعندك ايه، شورتنت في انهي عضلات، هي العضلات اللي فيها تنشن. تمام، طيب هنا السؤال بيقول لك ايه، which of the following may causes this problem. this problem ده اللي هو قصد عليها اللي هي ايه، decrease the ability to horizontal abduction. يبقى احنا حددنا الكوزز بتاعت الديكريز اوف الابيليتي في horizontal abduction اللي هم قلناهم الثلاثه، فانت تدور على واحده منهم في الاختيارات. تمام، تعال ندور في الاختيارات. اول حاجه الويكنس اوف البكتوراليس ميجور، غلط طبعا، لان احنا قلنا ما دام هو عنده ديكريز في الابيليتي تو horizontal abduction يبقى عنده تنشن في البكتوراليس ميجور، يبقى دي اول واحده غلط. تمام، الويكنس اوف السيرتس انتيرير، ويكنس اوف السيرتس انتيرير، السيرتس انتيرير ما كانش داخله معانا في الحوار اصلا، فاستبعدها على طول دي. تمام، شورتنينج اوف الدلتويد انتيرير فايبر، زي ما قلت لك الشورتنينج هي التنشن، يعني ما تقلقش هما اتنين نفس المعنى، يبقى هي عندنا دي صح اللي هي شورتنينج اوف الدلتويد انتيرير فايبر. تمام، طيب الشورتنينج اوف الدلتويد بوستيرور فايبر ده طبعا غلط. تمام، ليه؟ لان انا لو عندي شورتنينج في الدلتويد بوستيرور فايبر مش هيبقى عندي ديكريز الابيليتي ان انا اعمل هوريزونتال ابدكشن، ده ممكن اصلا الارم بتاعتك تبقى في الهوريزونتال ابدكشن، لان البوستيرور فايبر هي اللي بتعمل هوريزونتال ابدكشن. تمام، طيب روح على السؤال اللي بعد كده. بيقول لي واحد عنده 30 سنه، تمام، بيعاني suffered from severe weakness، عنده severe weakness، الم حاد، تمام، عند اوف الشولدر ماسل، تمام، في الشولدر مصر due to car accident. يبقى انا عندي مريض عمل car accident، حادث سياره، تمام،
فنتج عن حدث السير ده سيفير ويكنس، ويكنس في العضلات بتاعت الشولدر. تمام. طيب قال لك ان هو راح للسيرابيست، السيرابيست راح عامل له اسيس للماسل باور. تمام. اثناء الاكزامينشن او بعد الاكزامينشن السيرابيست ليه ايه بقى دي تهمني ليه؟ ان الشولدر بتاعه في الانستيبل بوزيشن او انستيبل وفي الديسلوكيشن. تمام. طيب قال لك ان انا عندي بيشنت عمل كار اكسيدنت نتج عنه سيفير ويكنس اوف الشولدر ماسل. تمام. راح للسيرابيست، السيرابيست لقى عنده ايه؟ شولدر ديسلوكيشن وانستيبل. تمام. يبقى هو اعطاني الحل من اول ما قال لي كلمه شولدر انستيبل وديسلوكيشن. تمام. فهو هنا جاي بيسالنا على ايه، بيقول لي ويتش اوف الماسل او في الفولوينج مي بي افكتد، ايه الماسل اللي افكتد بالشولدر ديسلوكيشن او الانستيبل شولدر. تمام. اول حاجه اللي بيتافكتد او اللي بيحصل لها افكت فسبب لي الانستيبل او الديسلوكيشن اوف الشولدر هم الروتيتور كاف. تمام. هم مين؟ الروتيتور، الروتيتور كاف. تمام. الروتيتور كاف دول لو حصل فيهم اي حاجه انجري، حصل فيهم تير، تمام، تير قطع، تمام، ده كله بيسبب لي انستيبل للجوينت. تمام. كله بيسبب لي انستيبل للجوينت. طيب يبقى تدور في الاختيارات على اي واحده تبع روتيتور كاف. روتيتور كاف لو افكرك بيهم هم سوبر سباينيتس، انفرا سباينيتس، تريس ماينور، وعندك مين؟ السبسكابيولاريس. تمام. طيب في عندي كام واحده من الروتيتور كاف هنا؟ عندي اثنين، السوبر سباينيتس والانفرا سباينيتس. طب انهي واحده منهم اصح؟ انا واحده منهم اصح هي السوبرا سباينيتس دي، لان هو قايل لي كلمه الديسلوكيشن معاها. قال لك لما سالنا الدكتور عليها قال لك ان العضله المسؤوله عن الديسلوكيشن او الخلع عموما هي السوبرا سباينيتس. تمام. يبقى انا اللي هختاره هنا السوبرا سباينيتس بس. تمام. اهو هي دي ايه الاجابه الصحيحه. يبقى انا جالي بيشنت عنده سيفير ويكنس نتيجه عنده حصل ايه كار اكسيدنت. تمام. وقال لي راح للسيرابيست والسيرابيست قال لي عنده انستيبل وديسلوكيشن. تمام. الانستيبل والديسلوكيشن هي دي اللي عرفتني الاجابه زي ما قلت لك، لما يبقى عنده انستيبل يبقى عنده اي انجوري في الروتيتور كاف، ما دام حدد لي بكلمه ديسلوكيشن يبقى حدد لي السوبرا سباينيتس منه. تمام. نروح على السؤال اللي بعد كده، بيقول لي واحد عنده 55 سنه، تمام، يعاني من سيفير بين، سيفير بين في الرايت شولدر، عنده الم في ايه؟ كتفه اليمين. تمام. وان ايبل تو تاتش الاوبوزيت شولدر، مش قادر يلمس الاوبوزيت شولدر بتاعه. تمام. يبقى انا استنتجت ايه؟ اول حاجه الراجل ده عنده بين في الرايت شولدر ومش قادر يلمس مين؟ الاوبوزيت شولدر. مش قادر يلمس الاوبوزيت شولدر، او اصلا كان يلمس الاوبوزيت شولدر دي ذكرت معانا فين؟ اثناء الشولدر هوريزونتال ادكشن. تمام. كانت من ضمن حاجات الشولدر هوريزونتال ابدكشن ان هو يلمس الاوبوزيت شولدر، خصوصا بواسطه مين؟ الابر فايبر اوف البكتيرالس ميجور. تمام. لو اشتغلت الابر فايبر اوف البكتيرالس ميجور بتمكنني ان انا المس الاوبوزيت هيد، الاوبوزيت شولدر قصدي. تمام. طيب هو بيقول لك ان عنده انيبل، مش قادر اصلا، يبقى عنده ويكنس في مين؟ عنده ويكنس في مين؟ في البكتيرالس ميجور، خصوصا الابر فايبر. تمام. طيب وعنده مين؟ عنده شورتنينج في مين؟ تمام. ده عنده ويكنس في البكتيرالس ميجور، يبقى عنده شورتنينج في العضله المعاكسه ليها اللي هي البوستيريور فايبر اوف الدلتويد. تمام. طيب وهنا بيقول لك ديو تو شورتنينج اوف السنتر ماسل ويتش اوف الفولوينج ماسل كلمت الشولدر موشن. هنا قاصد بكلمه شولدر موشن هي مين؟ هي الحركه اللي انا بستخدمها عشان اعمل تاتش الاوبوزيت شولدر اللي هي الشولدر هوريزونتال ادكشن. تمام. يبقى هنا بيسال لك مين العضلات اللي بتسبب لك ليميتيشن اوف الشولدر هوريزونتال ادكشن. تمام. زي ما قلنا العضلات هي مين؟ هي البوستيريور فايبر اوف الدلتويد، لان هي بتعمل اكشن معاكس ليها الشولدر هوريزونتال ابدكشن. تمام. يبقى هنا تدور في الاختيارات على طول على مين؟ على البوستيريور فايبر اوف الدلتويد، اهو الاختيار سي هي الاجابه الصحيحه. طبعا اللور فايبر اوف التراب، الابر فايبر اوف التراب ده كله بيشتغل على مين؟ على الاسكابيولا، مالهاش دعوه بالشولدر خالص. تمام. والسيرس انتيريور نفس الكلام. هنا نروح على ايه؟ دخلنا كده ايه في محاضرة الاسكابيولا، محاضرة من المحاضرات المهمة خصوصا في الكيزس بتاعتها. تمام. يعني يجي لك سؤال زي كده كبير خالص، تمام، ما تتخضش منه، هو اصلا تافه وحله في اخر سطرين زي ما قلت لك. تمام. انت تقعد تقرا كانك بتقرا حكاية اصلا. تمام. بس هتقراها بالانجليزي. طيب اول حاجة بيقول لي 35 years old، راجل عنده 35 سنة، راح لفيزيكال سيرابي. تمام. راح لواحد فيزيكال زينا. تمام.
بيشكي كومبلينتس اوف بين اوف هيز ليفت شولدر. يبقى هو راح له بيشكي ان عنده بين في كتفه الشمال، تمام. طيب وقال له ان هو بيعمل لي باذرنج هيم فور سيفرال ويكس، بيألمه لعده اسابيع، تمام. لما راح، تمام، اثناء الاكزامينيشن ايه اللي حصل؟ بيقول لك اثناء ما هو بيرفع الارم بتاعته اوفر هيد، البين بتاعه از وورسد، تمام. البين بيسوق بيزيد لما بيعمل يرفع الارم اوفر الهيد، يعمل يرفع ايده فوق راسه كده، يعمل مثلا ابدكشن فليكشن، المهم حاجه بترفع الايد فوق الراس، تمام. يبقى ايه؟ البين عنده بيزيد، بيحصل له وورس، تمام. وورس يعني يزيد او يسوق، تمام. طيب قال لك الفيزيكال ثيرابيست لاحظ ان البيشنت ده عنده ليميتيشن في الرينج اوف موشن بتاع مين؟ الليفت شولدر، خصوصا في الابدكشن والاكسترنال روتيشن، تمام. وقال لك كمان الانفيرور انجل اوف هيز ليفت سكابيولا بتظهر تو تلتد اواي اوف الريب كيج، تمام. يبقى نفسر السؤال مره تاني، نفسر السؤال مره تاني بسرعه. عندك جالك بيشنت بيشكي من الم في الشولدر الشمال عنده، وقال لك ان هو بيألمني لعده اسابيع، تمام. اثناء الاكزامينيشن، لاحظنا ان هو لما بيرفع ايده فوق الهيد بتاعته او اوفر الهيد، البين عنده بيزيد، تمام. البين از وورس. طيب الفيزيكال سيرفي لاحظ ايه؟ لاحظ عنده ليميتيشن في رينج اوف موشن وفي الايه ليفت شولدر، خصوصا في حركتين الابدكشن والاكسترنال روتيشن، تمام. طيب اضافه للموضوع ده، عارف كلمه اديشنالي؟ الجمله اللي جايه بعديها هي اللي هتحلك السؤال اصلا، تمام. اضافه للموضوع ده قال لك ان الانفيرور انجل اوف هيز ليفت سكابيولا ابيرز بي تلتد اواي اوف ريب كيج، يعني الانفيرور انجل بعيد عن الريب كيج، حصل لها تلتد اواي، تمام. حصل لها وينجنج، تمام. يعني وينجنج دي تفكرك بمين؟ بتفكرك بالويكنس اوف ستريتس انتيريور، تمام. فهو هنا جاي بيسالك بيقول لك مين المصل، تمام، اللي هي حصل فيها ويك فسببت لي الحاجه ديت، او مين المصل الويك اللي عند البيشنت فمسببه له ان الفيرور انجل اوف السكابيولا تلتد اواي. على طول ما تفكرش هتلاقيها مين؟ السيرتس انتيرو. والسؤال ده مهم خالص، السؤال ده مهم خالص، اتكرر 3 مرات، تمام. اتكرر 3 مرات على مدار اختبارين، تمام، وكمان موجود في الداتا، فالسؤال ده مهم خالص، خلي بالكم منه واحتمال يجي في الامتحان، تمام. طيب نروح للسؤال اللي بعد كده. بيقول لي 42 years old ميل، تمام، present to clinical with complaint، تمام. راح عياده وبيشكي اوف رايت شولدر بين، عنده رايت شولدر بين، تمام، وليميتيشن في رينج اوف موشن، تمام. قال لك اثناء الاكزامينشن، ابون الاكزامينشن، اثناء الاكزامينشن الثيرابيست اوبزرف لاحظ ليميتيشن في السكابيولار الفيشن، تمام. ما بيحصلش عنده سكابيولار الفيشن كويس، في ليميتيشن في الموضوع ده during الشولدر ابدكشن، تمام. Which of the following factor is likely limitation in patient scapular motion؟ يبقى نفصل السؤال مرة تاني. جالك patient، تمام، بيعاني من right shoulder pain، عنده ألم في الشولدر، تمام، وعنده limitation في range of motion. أثناء الاكزامينشن أنت لاحظت إيه كثيرابيست؟ لاحظت إن عنده scapular elevation is limited، عنده limitation في scapular elevation، تمام. طيب أثناء حركة الشولدر abduction، فهو هنا بيقول لك مين الفاكتور اللي بتعمل ليميتيشن للسكابيولار موشن؟ مين السكابيولار موشن المذكوره هنا؟ اللي هي السكابيولار اليفيشن، تمام. طيب يبقى هو هنا بيسالك بطريقه ثانيه، بيقول لك ايه الفاكتور ليميتنج موشن اوف السكابيولار اليفيشن، تمام. تمام، طيب الفاكتور ليميتنج موشن اوف السكابيولار اليفيشن كان عندنا اللي هو التنشن اوف الكوستو كلافيكولار ليجامنت، تمام، ادي واحد منهم، التنشن اوف الكوستو كلافيكولار ليجامنت، والتنشن اوف الترابيزس اللور فايبر، والتنشن اوف السبكليفيوس، تمام، والتنشن اوف البكتوراليس ماينور. فانت لو لقيت حاجه من الاربعه دول، يبقى على طول عندك ايه؟ فاكتور ليميتنج موشن اوف مين؟ سكابيولار ريفيشن. يبقى هو هنا بيسالك عن الفاكتور ليميتنج موشن اوف سكابيولار موشن، اللي مذكوره عندنا اللي هي مين؟ سكابيولار اليفيشن. يبقى تدور على 4 حاجات على طول في الاختيارات في مخك، على طول تلاقي ايه؟ تنشن اوف الكوستو كلافيكولار ليجامنت، يا اما تلاقي تنشن اوف البكتوراليس ماينور، تلاقي تنشن اوف الترابيزس لور فايبر، يا اما تلاقي تنشن اوف السبكليفيس. تعال ندور في الاختيارات. اول حاجه بيقول لك ويكنس اوف الترابيزس لور فايبر، غلط. احنا اللي عاوزين ندور على مين؟ التنشن اوف اللور فايبر، يبقى ده غلط. تنشن اوف الكوستو كلافيكولار ليجامنت، والله كلام صحيح وجميل جدا، وهو ده اللي احنا عاوزينه، تمام. لكسيتي اوف الكوستو كلافيكولار ليجامنت، لكسيتي معناها ايه؟ اللي هو ارتخاء، تمام، ان الليجامنت مرتخي مش مشدود. لو الليجامنت مرتخي ده هيساعد لي في الحركه اصلا، مش هيعمل لي ليميتيشن، فدي غلط،
تمام. طيب تنشن اوف الترابيزس ابر فايبر، لو في تنشن في الترابيزس ابر فايبر اصلا كانت هتحصل السكابيولا الفيشن عادي تمام، او كمان السكابيولا كانت هتبقى فاضي للفيشن اصلا، مش هيحصل عنده ليميتيشن فيها، فيبقى دي برضو ايه غلط. فيبقى عندنا الاجابه تنشن اوف الكوستوكلافيكولار ليجامنت. دخلنا كده ايه على محاضره الالبو تمام. محاضره الالبو اول سؤال بيقول لي ايه، 35 years old man تمام present راح لي physical therapy with complaint بيشكي من weakness of the biceps والبراكيالس muscle due to an inactive تمام of the musculocutaneous nerve lesion تمام. يبقى انا جالي بيشنط تمام بيعاني من ويكنس في البايسبس والبراكيالس نتيجة عنده حصل ايه ماسكولو كاتينوس نيرف ليجون، قطع في الماسكولو كاتينوس نيرف. الماسكولو كاتينوس نيرف ده كان بيغذي مين؟ البايسبس والبراكيالس، فعشان كده حصل فيهم ويكنس تمام. طيب بيقول لك السؤال ايه، which of following اي من الاتي تمام اكتيفيشن اي من المصر اكتيفيشن would be observed اثناء ما البيشنت بيعمل لي فور ارم فليكشن تمام. يعني ببساطه خالص، ببساطه خالص بيقول لك ايه، انت جالك بيشنت عنده ويكنس في البايسبس والبراكيالس تمام نتيجه قطع في الماسكولو كاتينوس نيرف، فايه ازاي هيعمل، ازاي هيعمل بقى ايه الفور ارم فليكشن او ازاي هيعمل البو فليكشن. يعني ببساطه خالص بيقول لك السبستيتيوشن اللي بتحصل اثناء ما عندك ويكنس في البايسبس والبراكيالس تمام. طيب لو فاكرين السبستيتيوشن اللي كانت بتحصل اثناء ما عندك ويكنس في البايسبس والبراكيالس، ان انت اول حاجه بتعمل برونيشن وتعمل الحركه بالبراكيوراديالس تمام، بتعمل برونيشن باستخدام مين؟ البرونيتور تيرس، بعدين بتستخدم البراكيوراديالس مع الاكستنسور كاربيراديالس لونجس والريست فليكسور تمام. فانت اول حاجه بيقول لك زي كده ايه الماسل اللي هتشتغل او يحصل لها اكتيفيشن اثناء ما البيشنت بيعمل فور ارم فليكشن تمام، هو اوريدي عنده بايسبس ضعيفه وبراكيالس ضعيفه تمام، فهيشتغل بالبرونيتور تيرس ان هو يعمل برونيشن، بعدين يعمل الحركه بالبراكيوراديالس بالمساعده مع الاكستنسور كاربيراديالس لونجس والريست فليكسور. الريست فليكسور هم فليكسور كاربيراديالس والفليكسور كاربيانيرس. يبقى تروح تدور في الاختيارات على مين، على بروتور تيرس براكيوراديالس اكستنسور كاربيراديالس لونجس ومين والريست فليكسور تمام. نيجي ندور في الاختيارات، البراكيوراديالس معانا تمام، الاكستنسور كاربيانيرس، لا اكستنسور كاربيانيرس ما كانش معانا بكده، استبعدنا الاختيار ده خالص تمام. البروتور تيرس معانا، البراكيوراديالس معانا، الاكستنسور كاربي راديالس لونجس معانا، يبقى كده عندك الاختيار ده صحيح تمام. طيب نكمل بقى الاختيارات، يمكن يكون في اختيار تاني صح الله اعلم. الاكستنسور كاربي راديالس بريفيس، لا استبعدناها من اولها خالص تمام. الاكستنسور ديجيتورم سوبرفيشاليز، لا ما كانش معانا برضو، يبقى كده استبعدناها. يبقى هنا ايه رست معانا على البرونيتور تيريس براكيوراديالس اكستنسور كاربي راديالس لونجس تمام. السؤال الثاني بيقول لي 50 years old man او 50 years old patient complain يعاني من decrease للابيليتي ان هو يعمل فليكشن للارم. يبقى جالك بيشنت ما بيقدرش يعمل فليكشن للارم، عنده limitation او decrease للابيليتي ان يعمل فليكشن للارم due to radial nerve lesion تمام، حصل عنده قطع في الراديال نيرف. يبقى عندك مريض جاي لك عنده decrease في الابيليتي انه يعمل مين البو فليكشن تمام او فليكشن اوف الفور ارم تمام، نتيجه لايه الراديال نيرف ليجن، هو كده حددها لك تمام. هو اكيد هيسالك عن مين العضله اللي اتاثرت تمام، عشان قال لك حددها لك بالراديال نيرف. نكمل بقى السؤال، قال لك هو راح لمين، للثيرابيست لاسيس الباور الماسل باور تمام، والسؤال بيقول لك وتشوف الفولوينج ماسل مي بي افكتد، مين العضلات اللي اتاثرت. هو جايبها لك صريح، قال لك ان هو احصل عنده ريديال نيرف ليجون، ومين العضله اللي بتساعد في الفليكشن اوف الفور ارم او الفليكشن اوف الالبو اللي بتتاثر او بيحصل لها سبلاي بريديال نيرف اللي هي البراكيوراديالس، براكيوراديالس ماسل هي اللي حصل لها انرفيشن بريديال نيرف. فلما يحصل لك ريديال نيرف ليجون يعني قطع للريديال نيرف، يبقى مين العضله اللي اتاثرت عندك؟ البراكيوراديالس تمام، هو اول واحده عندنا. طيب امتى اقول البايسبس براكياي وامتى اقول البراكيالس؟ زي ما حصل في السؤال اللي قبل كده، كان جايب لك مين؟ كان جايب لك ليجيون في الماسكل وكاتينوس نيرف، فلما يجي يقول لك عنده ديكريز الابيليتي اوف الفور ارم تمام؟ فليكشن اوف الفور ارم، ويجيب لك بدل كلمه الريديال نيرف ليجيون يجيب لك كلمه ماسكل وكاتينوس نيرف ليجيون، يبقى تقول له بايسبس وبراكيالس، لكن هنا كاتب لك هو ريديال نيرف ليجيون تمام؟ فيبقى هنا عندنا مين؟ البراكيالس تمام؟ البراكيوراديالس تمام. نروح على السؤال اللي بعد كده،
السؤال اللي بعد كده بيقول لي واحد عنده 15 سنة، تمام، عنده بارابليجيك. بارابليجيك ده شلل، تمام. الشلل البارابليجيك ده بيأثر على ايه بالظبط؟ بيأثر على الليج، تمام. البارابليجيك بيأثر على الليج وجزء من الترانك، تمام. البارابليجيك ده بيأثر على الليج وجزء من الترانك، تمام. طيب قال لك بيشكي، تمام، جالك واحد عنده بارابليجيك وبيشكي من ايه؟ بور ability to use the crutches. طيب مش قادر يستخدم الكراتشز. طيب افكرك، كلمة الكراتشز دي ذكرناها قبل كده فين؟ ذكرناها اثناء الالبو اكستنشن، تمام، اثناء الالبو اكستنشن، لما قلنا ان لازم البيشنت يبقى عنده باور فول البو اكستنشن عشان يقدر يستخدم الكراتشز، عشان هو لما بيعمل البو اكستنشن بينقل وزن جسمه لايده، فبالتالي ينقلها على الكراتش، فيعرف يستخدم الكراتش ويحمل وزن جسمه عليها. وقتها لما قلنا ان عندك في الافكت اوف ويكنس اوف الالبو اكستنسور ان هو ايه، مش هيقدر يستخدم الكراتشز، تمام. فلما يجي يقول لك اي بيشنت عنده بور ابيليتي انه يستخدم الكراتشز، اعرف ان عنده ويكنس في الترايسبس فراكيعي، تمام. طيب نكمل بقى السؤال عشان نعرف هو عاوز ايه بالظبط، تمام. فهو اول حاجه عرفنا ان هو عنده ديكريز ابيليتي انه يستخدم الكراتشز، تمام، وراح للثيرابيست، تمام، فور ايفالويشن اوف الابر اكستريم، عشان يعملوا تقييم للابر اكستريم ماسل، اللي هو يعملوا تقييم للعضلات بتاعه الابر ليمب، تمام. قال لك وش في الفولوينج ماسل شود بي سترينسد، ان هي لازم تتقوى، لازم يحصل لها تقويه عشان تقدر تحسن الابيليتي ان انت تستخدم الكراتشز. يعني ببساطه هيقول لك مين الماسل الضعيفه اللي عندي اللي لازم اقويها عشان اعرف استخدم الكراتشز. قلت لك الكراتشز ديت مذكوره في حاله واحده عندنا في المنهج، اللي هي الترايسبس فراكاي. يحصل عندك ويكنس في الترايسبس فراكاي، مش تقدر تستخدم الكراتشز، لازم تحسن او تقوي الترايسبس فراكاي عندك عشان تقدر تعمل البو اكستنشن، عشان تقدر تنقل وزن جسمك لدراعك عشان تقدر تستخدم الكراتشز. فيبقى لازم تعمل سترينسد او تعمل امبروف للترايسبس براكيه، تمام. اهو نروح للسؤال اللي بعد كده. بيقول لي شخص عنده 50 سنة، تمام، كومبلين يعاني from decrease الابيليتي to supination، مش قادر يعمل supination في الفور ارم نتيجة للراديال نيرف ليجون، تمام. البيشنت ده was referred to the therapist to assess the muscle power. Which of the following muscle may be affected؟ انهي من المسلز ديت اتأفكتد؟ يبقى هنا نفسر السؤال. قال لك واحد جاي بيشكي لك ان عنده decrease the ability يعمل supination. طيب decrease the ability يعمل supination، يبقى عنده weakness، عنده weakness في مين؟ في السوبينيتور، سوبينيتور muscle، تمام. طيب وكمان حددها لك، قال لك مين؟ قال لك نتيجة لريديال نيرف ليجون، تمام. الريديال نيرف ده كان بيغذي مين؟ السوبينيتور ماسل، تمام. ريديال نيرف ليجون، حصل لي قطع في ريديال نيرف، فكده ايه، حصل لي قطع للنيرفيشن اللي رايح للسوبينيتور ماسل اللي بتسبب لي سوبينيشن، عشان كده حصل عنده ديكريس في الابيليتي للسوبينيشن. طيب ولما راح لي سيرابيست عشان يقيس له الماسل باور، فهو ايه، دخل على السؤال على طول، قال لك مين الماسل اللي افكتد. فهو ببساطه قال لك ان واحد عنده ايه، يعني مش ما تعتبرش كيس ديت، واحد عنده ريديال نيرف ليجون من المسل افكتد، السوبينيتور مسل على طول، تمام. تمام، يبقى هو قال لك واحد عنده ديكريز في الابيليتي اوف السوبينيشن، تمام، دو تو ريديال نيرف ليجون. حدد لك، قال لك في السوبينيشن وحصل عنده قطع للريديال نيرف ليجون ومش قادر يعمل ايه، سوبينيشن، تمام. فيبقى عنده ايه، عنده مسل ضعيفه، او المسل الافكتد اللي هي مين؟ السوبينيتور مسل، تمام. نروح على السؤال اللي بعد كده. دخلنا كده ايه على ايه، محاضره الريست. محاضره الريست بيتكلم معانا في اول سؤال، بيقول لي ايه، 50 years old male، تمام، راجل عنده 50 سنه، راح بيعاني complained from decrease الابيليتي، بيعاني من ديكريز الابيليتي انه يعمل فليكشن للريست، تمام. يبقى اول حاجه استنتجتها، اول حاجه استنتجتها ان عندي ايه، عندي البيشنت ده عنده ديكريز الابيليتي اوف الريست فليكشن. طيب عنده decrease ability of wrist flexion، يبقى عنده weakness في مين؟ عنده weakness في الريست فليكسو، weakness of الريست فليكسو، تمام. مين الريست فليكسور؟ اللي هي الفليكسور كارباي النارس والفليكسور كارباي رادياليس. وكمان طالما عنده weakness في مين؟ في الريست فليكسور، يبقى عنده tension في مين؟ في الريست اكستنسور، تمام، خلي بالك. طيب نقول تاني، يبقى هو عنده ديكريز في الابيليتي ان يعمل فليكشن للريست، وكمان حددها لك، بيقول لك دي تو النر نيرف ليجون. قال لك دي تو النر نيرف ليجون، يبقى السبب النر نيرف ليجون،
مين اللي بيتأثر بالألنر نيرف ليجون؟ اللي هو الفليكسور كارباي النارز. يبقى كده ايه، نستبعد الفليكسور كارباي راديالس من السؤال المرة دي، لأن هو حددها لي وقال لي في الألنر نيرف ليجون، تمام، ما سابهاش لي مفتوحة، قال لك نتيجة لألنر نيرف ليجون أو قطع في الألنر نيرف. طيب نكمل بقى السؤال، بيقول لك ويتش اوف، وراح بعدين ايه لسيرابست، تمام، لاسيس المصل باور، ويتش اوف الفولوينج مصل بي بي افكتد، تمام. يعني هو بيقول لك عندي بيشنت عنده ديكريز ابيليتي يعمل ريست فليكشن نتيجه الارنر نيرف ليجون، ايه المصل اللي اتاثرت، تمام، ايه المصل اللي اتاثرت بنتيجه قطع الارنر نيرف ليجون؟ زي ما قلنا اللي بتاثر بالارنر نيرف ليجون اثناء الريست فليكشن هي الفليكسو كارباي انالز، يبقى ندور على الفليكسو كارباي انالز. اول اختيار بيقول لك بص بوث هما اتنين فليكسور كارباي النارز اند الرادياليس، غلط، تمام، زي ما قلنا الرادياليس مش بتتاثر بالانر نيرف، تمام، فلو لو حصل انر نيرف ليجون مش هتتاثر الرادياليس، فدي غلط. طيب فليكسور كارباي الرادياليس قلنا برضو غلط، فليكسور كارباي النارز هي دي صح، تمام، الدورز انتروسايد دي ملهاش دعوه اصلا، دي موجوده ايه في الهاند، تمام. طيب السؤال رقم 12 بيقول لي واحد عنده 50 سنه is being assisted بعمل زي ما نقول ايه assess او عمل كشف او عمل اختبار لـ wrist flexion strength عنده، تمام. قال لك اثناء الاختبار ده عشان تمنع السبستيتيوشن اللي حاصله وسيطة الفينجر فليكسور، اي من الاختيارات التانية لازم ايه، او اي من الابريكيشن الاجراءات اللي لازم تتخذها اثناء الاكزامينيشن، تمام. طيب انا قلت لك اثناء ما تيجي تعمل اختبار wrist flexion او اثناء ما تيجي تعمل اختبار للريست اكستنسور، اول حاجه لازم تخلي ايد البيشنت، تمام، الفينجرز بتاعت البيشنت نوت كيرلينج بات ان مين ريلاكسد بوزيشن، نوت كيرلينج بات ان ولكن ان ايه في ريلاكسد بوزيشن، تمام، عشان ما مثلا في حاله الريست فليكشن لو عمل لي كيرلينج للفينجرز يبقى هو كده بيعمل لي الحركه مش بالريست فليكشن او مش بالاساسيين اللي هم الفليكسور كارباي انالز والفليكسور كارباي لاتالز، لا هو هيعمل لي الحركه بمين؟ هيعمل لي الحركه بالفليكسور ديجيتورم لو حصل عنده كيرلينج في الفينجرز. فعشان كده لازم نلاحظ او اثناء احنا بنعمل التيست خصوصا في العملي ربنا وفقنا، لازم لو جالك سؤال تبع ريست فليكشن لازم تلاحظ ان صاحبك ما يعملكش كيرلينج في الاصابع بتاعتك، ما يعملكش في فليكشن في الاصابع ديت عشان ما ينقصكش في الدرجات، تمام. يبقى عندك بيقول لك هو عاوز يعمل ريست فليكشن سترينث، تمام، او اسسمنت للريست فليكشن سترينث، واحنا عاوزين نمنع السبستيوشن بسيط الفينجر فليكسور. طيب الدلال على ان حصل سبستيوشن بسيط الفينجر فليكسور حصل عنده كيرلينج في الفينجرز، فاحنا عشان نمنع السبستيوشن ديت ما نخليش عنده ايه كيرلينج في الفينجرز، تمام. يبقى نيجي ندور على الاجابه، انكارج يعني تشجع الكيرلينج اوف الفينجر اثناء الفليكشن، غلط، احنا بنقول مش عاوزين الكيرلينج فما ينفعش تشجعها. ابلاي ريزيستنس ديورنج الفينجر فليكشن، لا غلط، احنا مش عاوزين فينجر فليكشن اصلا ليه ابلاي ريزيستنس عليها، احنا مش عاوزين حركه. الاو البيشنت يوز الفينجر فليكسور، غلط، ما احنا مش عاوزين يعمل سبستيتيوشن نعمل له الاو. طيب رقم دي دونت الاو الكيرلينج، تمام، اهو ذا فينجر بيرور ريفليكشن ديورنج الابلكيشن اوف ريزيستنس، هي دي الاجابه الصحيحه، ان انت ما تسمحش ان يحصل عنده كيرلينج او فليكشن في الفينجرز بتاعته، تمام. دخلنا على كده ايه على محاضرة الترونك، تمام، محاضرة الترونك بيقول لي واحد عنده 50 سنة، تمام، سفرت يعاني من سيفير لو باك بين، يعاني من سيفير لو باك بين، عنده ألم في أسفل الظهر، تمام. البيشنت ووز ريفيردد، راح لسيرابيست فور اسسمنت عشان يعمل اكزامينيشن او اسسمنت. اثناء الاكزامينيشن ده السيرابيست ليه عنده ايه؟ ليه عنده بستير بلفيك اند تيلتد انتيريور، اللي عنده انتيريور بلفيس تيلت، تمام، دي عنده انتيريور بلفيس تيلت، تمام، ووتش اوف الفلوينج مي ليد تو الانتيريور بلفيس تيلت، يعني سيبك من الكلام اللي فوق كله وركز في اخر حاجه تحت، بيقول لك ايه الحاجات اللي بتسبب لك انتيريور بلفيس تيلت، ركز معايا، هم حسبت اربع حاجات تقريبا، تمام، اللي بيسبب لي انتيريور بلفيس تيلت، تمام، اول حاجه عندي سترونج، تمام، او تنشن، نقول تنشن، خلينا في كلمه تنشن، تمام، تنشن او سترونج، تمام، او سترونج اوف مين اوف الباك ماسل، تمام، الباك ماسل. طيب ايه تاني بيسبب لي انتيرو بلفيس تيلت؟ التنشن او السترونج اوف مين اوف الهيب فليكسور، الهيب فليكسور
لو حصل فيهم تنشن او حصل في او هم سترونج اقوياء بيسببوا لي انتيرو بلفل تيلت. طيب مين تاني؟ الويكنس، الويكنس اوف الابدومينال، ابدومينال ماسل بتسبب لي مين؟ انتيرو بلفل تيلت. الويكنس اوف الهيب اكستنسور، ويكنس اوف الهيب اكستنسور، دول بيسببوا لي مين؟ انتيرو بلفل تيلت. يبقى اللي بيسبب لي انتيرو بلفل تيلت احفظهم اربعه: تنشن او سترونج باك ماسل، تمام، او السباينال اكستنسور ماسل، تمام، التنشن او السترونج اوف الهيب فليكسور، الويكنس اوف الابدومينال ماسل، الويكنس اوف الهيب اكستنشن، تمام. دول لو حصلوا دول يسبب لي انتيرو بلفل تيلت. تبقى تيجي ندور عليهم في الاختيارات: سترونج سباينال فليكسور، سترونج سباينال فليكسور غلط، تمام، غلط، المفروض سترونج سباينال اكستنسور، تمام. which weakness، weakness of the spinal extensor غلط، لما احنا بنقول strong spinal extensor مش weakness، غلط. weakness of the hip extensor هي دي الإجابة الصحيحة، تمام، كانت من الأربع إجابات. strong hip extensor، لو strong hip extensor هتسبب لي أصلا posterior pelvic tilt مش anterior pelvic tilt، فدي غلط. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 14، بيقول لي واحد عنده 35 سنة، تمام، راح presented with weakness in their abdominal muscle، عند weakness في الابدومينال ماسل، تمام. طيب اول حاجه نستنتجها، ما دام قال لي weakness في الابدومينال ماسل، تمام، يبقى نستنتج ان هو مش بيقدر يعمل فليكشن، تمام، اول حاجه مش بيقدر يعمل فليكشن للسباين بتاعه، تمام، او مش بيقدر زي ما نقول يرفع الترونك ناحيه البلفس او ناحيه الليج بتاعته، او يعمل فليكشن في الترونك، تمام، مش بيقدر يعملها. اول حاجه عنده ديكريز في الابيليتي ان هو يعمل فليكشن اوف السباين او فليكشن اوف الترونك. طيب تاني حاجه بنلاحظها، بنلاحظ لو هو من وضع السباين، لو هو من وضع السباين بنلاحظ عنده مين؟ بوستيريور بلفيس تيلت. طيب لو هو في وضع الستاندنج، فوضع الستاندنج بيلاحظ عنده انتيريور بلفيس تيلت. يبقى هو قال لك عندي بيشنت جالي عندي بالويكنس اوف الابدومينال ماسل، يبقى نلاحظ عنده ثلاث حاجات: ويكنس اوف الفليكشن اوف السباين، تمام، ما تقدرش تعمل فليكشن للسباين او ما تقدرش تعمل ترفع الترنك بتاعك من على التيبل. تاني حاجه في وضع السباين، لو هو في وضع السباين بيحصل عنده بوستيرو بلفيس تيلت، لو هو في وضع الستاندنج بيحصل عنده انتيريور بلفيس تيلت. تعال نكمل السؤال، بيقول لك اثناء الاكزامينشن فروم السباين، هو قال لك في الصباين with the hip flexed it is noted that the weakness is affecting the ability to approximate the thorax toward the pelvis، تمام، which position of the pelvis may occur due to the weakness. يعني انت عندك بيشنت عنده weakness في الابدومينال ماسل اثناء الاكزامينشن من وضع الصباين، تمام، انت لاحظت ان عنده weakness ان هو مش قادر يعمل يرفع الثوركس بتاعه ناحيه البلفس، تمام، ادي اول حاجه قلناها. قال لك ايه البوزيشن بتاع البلفس اللي ممكن يحصل نتيجه الويكنس؟ طيب احنا قلنا البوزيشن بتاع البلفس بيبقى اتنين، يا اما من حاله الصباين يبقى بوستيرو بلفس تيلت، يا اما من حاله ستاندنج انتيرو بلفس تيلت. هو هنا قال لك ايه؟ هو في وضع الصباين، هو عامل له اختبار او عامل له اكزامينشن من وضع الصباين، يبقى حصل عنده مين؟ بوستيرو بلفس تيلت، تمام. هنا الانتيرو بلفس تيلت اللي هو في اختيار ايه؟ دي من وضع الستاندنج، تمام. طيب انت ممكن ما تلاقيش وضع الستاندنج، تلاقي ايه؟ الريكتور بوزيشن، ريكتور بوزيشن، تمام. طيب نروح على السؤال اللي بعد كده، بيقول لي ايه؟ دخلنا على ايه؟ محاضره النك، اخر محاضره معانا اللي هي السيرفايكل، تمام. بيقول لي 50 years old man كومبلين، يشكي من نون سبيسيفيك نيك بين، نون سبيسيفيك نيك بين، الم غير محدد في الرقبه، تمام. البيشنت راح لي سيرابيست تو اسيس الماسل باور عشان يعمل اكزامينشن الماسل باور. السيرابيست قال للبيشنت ايه؟ تيلد يور تشين اب، تيلد يور تشين اب، يعني ايه؟ ارفع دقنك لفوق. يعني اللي استنتجه من الاوردر ده ايه؟ ان البيشنت عندي كان في وضع الصباين وادي الهيد بتاعته، تمام، كان في وضع الصباين وادي الهيد بتاعته، فانا قلت له ايه؟ يعمل تيلد للتشين اب زي كده، هو يحرك التشين بتاعه لبره بعيد عن الرقبه. طيب يبقى انت استنتجت من الاوردر، عشان الاوردر ده هو اللي هيحل السؤال، الاوردر ده هو اللي هيحل السؤال، عشان ممكن يجي لك كذا سؤال مترتب على نفس الفكره دي، تمام؟ السؤال ده موجود في البنك، تمام؟ فايه هو قال لك ايه؟ جاني بيشنت عنده نون سبيسيفيك نيك بين، عنده الم غير محدد في الرقبه، تمام، وراح يعمل اساس للمصر باور. السيرفيست قال له ايه؟ قال له تلت يور تشين اب. استنتجت ايه من
من الاوردر ده استنتجت ان البيشنت كان في وضع الصباين تمام، وحرك رقبته، حرك رقبته او حرك التشين الدقن بتاعه لفوق تمام، عمل ايه؟ عمل كابيتال اكستنشن، عمل كابيتال اكستنشن. يبقى عمل ايه؟ كابيتال اكستنشن. يبقى هو هنا كده ايه بيعمل اسسمنت للكابيتال اكستنشن تمام. يبقى وجاي يسالني ايه، بيقول لي وات الماسل اند الجريد وير السيرابيست ايمينج تو ايفالويت. ايه الماسل والجريد كمان اللي بيطبقها السيرابيست او بيعملها ايفالويشن اللي هي يعملها تقييم. طيب احنا استنتجنا من الاوردر بتاعي ان هو البيشنت في وضع الصباين تمام، وهو بيعمل اختبار لمين؟ بيعمل اختبار للكابيتال اكستنشن تمام، الكابيتال اكستنشن. يبقى ندور على العضله موجوده في الكابيتال اكستنشن تمام، ونشوف الجريد من ناحيه. طبعا الجريد واضحه لان هو بيقول له تيلت يور تشين، فاحنا عرفنا ان هو في وضع الصباين تمام، فوضع الصباين كانت تبع الكابيتال فليكشن، كانت في جريد 2 عشان لو فاكرين بس كده، كانت في ايه؟ في جريد 2 في الكابيتال اكستنشن تمام. طيب يبقى هنا ندور على العضله تبع الكابيتال اكستنشن، اللونجسماس كابيتاس، اللونجسماس كابيتاس معانا في الكابيتال اكستنشن بس مش جريد 3 تمام، مش جريد 3. في جريد 3 البيشنت بيبقى برون والهيد اوت اوف ذا تيبل تمام، والاوردر بتاعي بقول له ايه؟ لوك ات ذا وول، عشان بس تفرق ما بين الاوردرز. هنا قال لك تيلد يور تشين، يبقى هنا ايه؟ دلك ان هو في جريد 2 تمام. طيب اللونجسماس سيرفيسز، لا دي مش تبعنا، دي تبع السيرفايكال. طيب اللونجسماس كابيتاس دي تبع الكابيتال اكستنشن ماشي، وجريد 2 زي ما قلنا عشان بسبب الاوردر تيلد يور تشين، يبقى هنا دي عندي هي ايه؟ الاجابه الصحيحه تمام. لونجس كابيتاس لا تمام. نروح على السؤال اللي بعد كده، نفس الفكره تمام، جايب لك اوردر ويقول لك حدد لي الجريد وحدد لي المصل. طيب اف سيرابيست اسك البيشنت، قال له ليفت يور هيد فروم السوباين لاين بوزيشن، انت في وضع السوباين لانج بوزيشن، البيشنت في وضع السوباين لانج بوزيشن، هو ده راسه تمام. قال له ليفت يور هيد، ارفع راسك، يعني رفع راسه لفوق كده، وسكيب ليكونج تو سيلينج، وهو قاعد بص، يعني رفع راسه في وضع فيرتيكال، رفع راسه في وضع فيرتيكال لفوق في نفس الحاله اللي هو فيها، رفع راسه لفوق تمام. قال له دونت ليفت يور شولدر تمام. قال له هولد، كلمه هولد دي ايا كان اللي عندك دي تدلك ان في جريد 5 تمام. يبقى يعني مجرد ما كلمه شفت كلمه هولد يبقى تستبعد اي جريد غير جريد 5. يبقى انا استبعدت كده جريد 4 وجريد 3 كده، طلعتهم بره، قاعد معايا 2 تمام، قاعد معايا 2. طيب هنا قال له دونت ليفت تو ايفالويت السبيسيفيك ماسل، هنا بيقول لك مين الماسل اللي السيرابست ايمنت تو ايفالويت، مين الماسل اللي بيختبرها. يبقى دي نرجع لايه؟ للاوردر تاني عشان نعرف الماسل. انا دلوقتي ايه؟ عشان كلمه هولد استبعدت اي جريد غير 5 تمام. يبقى نرجع لمين؟ للاوردر تاني نقراه بتركز. بيقول لي ليفت يور هيد فروم السباين لاين بوزيشن، ارفع راسك من السباين لاين بوزيشن، ارفع راسك من السباين لاين بوزيشن، وكيب لوكينج تو ذا سيلينج. يبقى هو عايز حركه فيرتيكال، حركه فيرتيكال، يبقى دي سيرفايكال، يبقى دي سيرفايكال فليكشن، عشان رفع لفوق ومن وضع السباين يبقى سيرفايكال فليكشن. طيب سيرفايكال فليكشن بتحصل بانهي عضله؟ بالسترنو كلوديوماستويد، سترنو كلوديوماستويد تمام. يبقى هنا بيقول لي كومبايند كابيتال وسيرفايكال، لا الكومبايند كابيتال والسيرفايكال مش هيقول له كيب لوكينج تو ذا سيلينج، خلي بالكم مش هيقول له كيب لوكينج تو ذا سيلينج، ده هو هيقول له جيب التشين بتاعك ناحيه السوركس، لو بيتكلم على الكومبايند تمام، هيقول له تك يور تشين توورد يور سوركس او توورد يور شيست تمام، ده لو بيتكلم على الكومبايند. لكن هنا بيتكلم بيقول لك كيب لوكينج تو ذا سيلينج وليفت الهيد، يبقى كده بيتكلم على ايه؟ على السيرفايكال فليكشن. يبقى هنا بنختار استرنو كلوديوماستويد كعضله في السيرفايكال فليكشن، وجريد 5 قلنا ليه؟ عشان موجوده كلمه هولد تمام. طيب نشوف كده اسئله تاني كده، بس كده ايه خلصوا معانا ايه اسئله المقالي او اسئله الكيزس بالظبط، كيزس ستادي كويشنز تمام. وبس وثانك يو زي ما مكتوبه كده ايه، واتمنى اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.